ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ميس فاطمه فتحي. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن تشابتر 2 لثيم 2. تشابتر 2 اسمه moving around our environment. moving around يعني ايه؟ يعني نتجول او ناخد جوله، او بمعنى تاني هنبص بصه على الانفايرمنت اللي موجوده حوالينا. هنبص حوالينا ونشوف الانفايرمنت دي ممكن نشوف فيها ايه. هو ده بالظبط معنى التشابتر بتاعنا. كل الدروس بتاعتنا هتتكلم عن حاجات موجودة حوالينا في الانفايرمنت. النهاردة هنتكلم عن ليسون 1. بس قبل ما ابدأ درس النهاردة وزي ما تعودنا هحب افكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الطلاب. كمان بفكركم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا أول بأول. زي ما قلت إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن ليسون 1، وأول تايتل معايا Plant Diagram. Plant Diagram، البلانت اللي هو النبات. طب يعني إيه Diagram؟ Diagram يعني مخطط، رسمة، بس رسمة مختصرة ما فيهاش تفاصيل. رسمة مختصرة يدوب بس بتعرفني المين بارتس أو الأجزاء الرئيسية، عشان كده بقول عليها دايجرام. دايجرام لأن هي رسمة بسيطة مبسطة ما فيهاش ديتيلز. يبقى هنتكلم النهاردة عن البلانت دايجرام. الأكتيفيتي بيقول لي color the picture then write the name of each part of the plant using the word bank. Color the picture، هنلون الصورة. Then بعد كده write the name، هنكتب اسم. Of each part، اسم كل جزء. Of the plant، كل جزء من النبات هنكتب اسمه. Using the word bank، باستخدام الكلمات دي. طب تعالوا نشوف ايه هي الكلمات. اول كلمة اسمها leaves. leaves أوراق، الأوراق بتاعت النبات اسمها leaves. flower، flower، flower يعني زهرة أو وردة. roots، roots، الroots هي إيه؟ دي الجذور، الجذور دي اللي بتكون موجودة تحت سطح الأرض، موجودة تحت، إحنا ما بنشوفهاش، عشان نشوفها لازم نطلع النبات من الأرض. يبقى الروتس دي الأجزاء اللي موجودة تحت سطح الأرض. الستم، الستم اللي هو الساق، عارفين العصاية اللي بتكون في النبات اللي شايلة الليفز وشايلة الفروتس وشايلة الفلاورز، مش الفلاور عشان نمسكها، في عصاية كده بنمسكها منها، هي دي الستم اسمها الساق. يبقى ليفز أوراق، فلاور زهور، roots جذور، stem الساق. احنا المفروض هنكتب اسم كل جزء من الاجزاء دي على الدايجرام واحدة واحدة. دي ايه؟ من غير ما نعرف ساينس خالص، دي ايه؟ دي زهرة، يبقى دي flower. هاجي هنا اكتب flower، ماشي. انزل شوية، شايف ايه دي؟ دي leaves، دي أوراق، leaves دي اسمها أوراق. مين ده؟ دي العصاية اللي بنمسك منها الوردة. العصاية دي اسمها ايه؟ اسمها ساق. طب والساق ده اسمه ايه؟ stem، stem. اخر جزء اللي تحت الارض اللي احنا مش بنشوفه هو ده roots. تاني الجزء ده، دي الفلاور، دي سهلة. بعدين الأوراق اسمها leaves، leaves. الجزء ده اللي بيشيل الأزهار وبيشيل الأوراق، اللي واقف وشايل كل ده اسمه stem، stem. وآخر جزء اللي موجود في السايل أو في التربة ده اسمه roots. هنعرف وظيفة كل واحد فيهم دلوقتي. طيب انا خلاص كتبت اسم كل جزء، فاضل الكالر. الكالر ده هيبقى ايه؟ هيبقى التاسك بتاعنا. كل واحد
هيلون ايه النبات ده او البلانت ده. مينلي الفلاور تقريبا، انا بحب دايما اللون الاحمر، معرفش ليه حافظه تقريبا ان اي فلاور نلونها احمر على طول. الليفز اكيد هتبقى جرين، الستم هيبقى جرين، والروت هنا هو ملونه بيكون براون. يبقى الكالرينج انا هسيبه انتوا هتعملوه، هتعملوا الكالرينج، وكتبنا اسم كل جزء عليه. واحب اعرف متابعينا الكرام ان ان شاء الله هيتم شرح منهج القيم واحترام الاخر على قناتنا، قناه برايفت ماث ليسنز للصف الاول الابتدائي. يعني ان شاء الله هتلاقي شرح المنهج كامل من كتاب الوزاره على قناتنا، قناه برايفت ماث ليسنز. تاني اكتيفيتي معايا بيقول لي read and learn، هنقرا ونتعلم من اللي احنا قريناه. احنا من شويه قلنا على كل بارت من البارتس بتاعه البلانت، كتبنا اسم كل بارت منهم، وشفنا الدايجرام اللي ممكن يعبر عن البارتس اللي بيتكون منها البلانت بشكل بسيط. جه الدور دلوقتي ان احنا نعرف كل بارت من البارتس دي وظيفته ايه، بيعمل ايه، موجود ليه في النبات، ايه اهميته. احنا اول جزء قابلناه كان الفلاور الزهور اللي موجودة في البلانت بتعمل ايه. فاكرين زمان لما جينا اخدنا الستيجز بتاعت البلانت، الجروينج ستيج بتاعت البلانت، وقلنا ان البلانت بيبدأ بسيد، اول خطوة فيه او اول مرحلة فيه كانت السيدز، وبيعمر بكذا مرحلة لغاية ما يوصل للأدلت البلانت الكامل اللي هي فيه الفلاور. فاكرين؟ يبقى احنا وصلنا للفلاور. طب وبعدين بعد ما البلانت طلع فلاور، انا عشان اعيد السايكل تاني واعمل نبات جديد محتاجة سيدز تانية. طب انا خلاص وصلت للفلاور، فين السيد؟ هي الفلاور دي makes seeds، الفلاور اللي انا وصلت لها دي هي اللي هتعمل لي السيد. احنا اتفقنا ان اول ستيج كانت السيد، بعدين السبراوت، بعدين الليفز، واخر ستيج كانت الفلاور. طب انا محتاج ارجع تاني للسيد عشان اعمل نبات جديد. بعد ما وصلت للفلاور محتاج ارجع تاني للسيد. ساعتها قلتلكو ان ممكن السيدز تكون موجودة في الفروتس اللي بتطلع من البلانتس دي. طب ما الفروتس دي قبل ما تبقى فروت كانت فلاور، يبقى الفلاور هي اللي فيها السيد، الفلاور هي اللي بتعمل لنا السيد عشان نبدأ السايكل من اول وجديد. يبقى ايه اهمية الفلاور او ايه دور الفلاور في البلانت؟ makes seeds، هي اللي بتطلع السيدز. تمام. بعد الفلاور شفنا الليفز، شايفين الليفز الاوراق دي. let air pass into the parts of the plant، بتسمح للهواء ان هي تدخل في اجزاء البلانت واحدة واحدة. هو البلانت محتاج هواء ليه اصلا؟ مش احنا قلنا ان البلانت ده living thing، واحنا قلنا برضو ان كل living محتاجين الاير، يبقى البلانت هو كمان محتاج الاير. محتاجه في ايه؟ محتاج عشان يدخل هواء ويخرج هواء. ايه ده؟ هو البلانت بيتنفس؟ لا، هو مش بيتنفس، هو بيعمل حاجة تانية. هو بيعمل الأكل بتاعه باستخدام الاير، لازم الاير يدخل جوه البلانت عشان البلانت يقدر يعمل الأكل بتاعه. لما هنكبر شوية هنعرف ازاي البلانت بيعمل الأكل بنفسه، مفيش حد بيديله الفود بتاعه، هو بيعمله. بيعمله ازاي؟ دي مرحلة أكبر شوية. فاحنا اللي عايزين نعرفه دلوقتي ان الاير مهم جداً ان هو يدخل جوه البلانت. طب هيدخل منين؟ بيدخل من الليفز. ازاي؟ الليفز دي فيها فتحات صغننة خالص خالص، هي اللي بتخلي الهواء يدخل ويخرج من البلانت. كمان بيقول لي ان الليفز use sunlight to make food، الليفز دي بتستخدم ضوء الشمس في ان هي تعمل الاكل بتاعها برضو، لان عملية صنع الاكل بتاعت البلانت محتاجة هواء
ومحتاجة شمس، يبقى احنا محتاجين الاتنين دول عشان نعمل الاكل بتاع البلانت. يبقى محتاجين ندخل الهواء جوه البلانت، هيخش ازاي؟ عن طريق الليفز. محتاجين سانلايت، هنجيبه ازاي؟ عن طريق الليفز. يبقى الليفز دي ايه اهميتها او ايه دورها في حياة البلانت؟ ان هي بتسمح بدخول الهواء little air pass into the pores of the plant and use the sunlight to make the food. الجزء اللي بعد كده الستم، شايفين العصاية دي؟ هي دي الستم. دي وظيفتها ايه؟ hold the plant up، بتخلي البلانت واقف لفوق كده. الوردة دي واقفة كده ازاي؟ عشان الستم واقف، قدر يمسكها وشايل الفلاور وشايل الليفز واقف بيهم. يبقى دي وظيفته، انه hold يمسك البلانت up يخليه واقف. كمان carries water from the roots to the different part of the plant. carry الwater بينقل المية from the root من الroot تحت to the different parts of the plant لأجزاء النبات المختلفة. واحدة واحدة، احنا عارفين ان البلانت لازم نسقيه مية عشان يفضل عايش، لان برضو المية بتدخل في تكوين الاكل بتاعه. يبقى هو بياخد اير، بياخد سانلايت، وبياخد ووتر. التلاتة دول لما بياخدهم على بعض كده بيعمل الاكل بتاعه. طيب يبقى البلانت محتاج مية. طب احنا خدنا بالنا البلانت بيعمل الاكل فين؟ في الليفز، ما الهوا في الليفز والسانلايت موجود في الليفز، يبقى لازم المية تروح لهم عشان يعملوا الأكل. طب المية هتروح ازاي والمية موجودة تحت هنا في السايل والليفز دي فوق؟ الروت هو اللي بياخد المية من السايل، ويجي بقى الستم ياخد المية من الروت، يروح رايح شايلها موصلها لكل البارتس بتاعت البلانت. كل البارتس بتاعت البلانت بيوصل لها مية عن طريق الستم. يبقى ايه هي وظيفة الستم؟ hold the plant up we carry the water from root to the different parts of the plant. دي وظيفته. طيب اخر جزء معايا في البلانت هو roots. roots ده بيعمل ايه؟ وظيفته ايه؟ انا قلت واحدة منهم واحنا بنتكلم. soak water from the soil، بيمتص المية من السويل، يقعد يلم المية كده من السويل. احنا بنسقي الزرع في الطين اللي تحت في السويل دي، يقوم الروت يمص كل المية دي ويديها لمين؟ يديها الستم. يبقى دي وظيفة الروت، بيسحب المية اللي موجودة في السويل ويديها للستم. كمان بيعمل حاجة تانية، hold the plant in the ground، بيثبت البلانت في الجراوند في الأرض. بيثبت البلانت في الارض، يجي شويه هوا ما نلاقيش بقى البلانت بيطير مع الهوا، لا ده متثبت في الارض عن طريق الروتس. يبقى الروتس بتعمل حاجتين، hold the plant in the ground و soak the water from the soil. تاني ايه وظيفه الفلاور؟ makes seed، هي اللي بتعمل السيدز. طب هي السيد دي بنعمل بيها ايه بعد كده؟ دي بتدخل في اللايف سايكل بتاعت البلانت عشان تعمل بلانت جديد. تمام. الليفز، الليفز بتعمل ايه؟ دي بتسمح بدخول الهواء والسانلايت. طب الستم، دي بتحافظ على البلانت واقف، hold the plant up، وبتنقل المية من الروت لكل اجزاء البلانت. طب الروت ايه وظيفته؟ بيعمل حاجتين، بيثبت البلانت في السويل او في الجراوند، وبيمتص المية من السويل ويوصلها للستم.